حكم صيام الثلاثة البيض في أي يوم من الشهر؟ ها؟ حكم صيام لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو يوصي أبا الدرداء وأبا هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن صمت الأيام الثلاثة من كل شهر فهو حسن أيضا. وردت روايات تحسن بمجموعها أنها الأيام البيض 13، 14، 15.